السلام عليكم، معكم حفصة مريد، أخصائية التروية الطبي والعلاج الفيزيائي وصاحبة أول مركز مدينة الشماعية للتخصص ديالو هو التروية الطبي. ألوغ بالنسبة للتروية الطبي هو أدغيسي للناس اللي مثلا كانوا عندهم دي بروبليم نورولوجيك، يعني مشكلة الأعصاب، بحال مثلا اللي كيوقع لهم شلل كيتشلل لهم نصهم، اللي كتوقع ليه مثلا شي جرحة وكتكون هذيك الجرحة تخي بروفوند، يعني كتكون ديك الجرحة عميقة باش كيتقطع لينا واحد لونير من وراها عاوتاني تاعي كيحتاج الترويض. بالنسبه للناس اللي عندهم الكسور وحنا كيجي الدور ديالنا مورا ما كيحيد القبس ولا مورا ما كيدير العمليه، كنعاودوا نربحوا هذوك المشاكل اللي كيكونوا بغاو، كنحاولوا حنا نحاولوا نحيدوهم. بلوس للناس اللي عندهم مشاكل ديال الم العظام والمفاصل. بالنسبه للمركز ديالنا كائن بمدينة الشماعية كما قلنا، درب الخليفة، زنقة الريصاني. ألوغ بالنسبة للمركز غيقدم بزاف الخدمات، وأول خدمة هي تقريب سيرفيس، ما غيضروش يبقاو ديبلاصاو لنا حتى المدن المجاوره اللي فيها الترويض. زائد بالنسبه للناس ديال البوادي، انا ديجا كنت خدامه في اليوسفيه وكيقولوا لك مثلا حنا كنديبلاصاو ثلاثه المرات ما يمكنش ليا نجي للعدد الكافي ديال الحصص ديالي، دونك هنايا راه كتولي عنده تقريبا غير ركبه وحده، يعني كتسهل القضيه شويه. والمركز ديالنا فيه حتى الحجامه وكل ما يتعلق بالطب الصيني. وبهذا الفيديو غنقول لكم مرحبا بكم، السونتر دار باش يقرب لكم الخدمه اللي كنتو اغلبيه الناس كان كيضربوا عليها تماره باش كيوصلوا. وشكرا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المواد في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.